This new rock, just let your mind loose from the new stock, drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too punk, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm about too to go off, the speakers can't even handle me, giving what I got, nobody's gonna drain my energy, and I will never stop, I'm motivated by enemies, setting up shop, so... سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر احمد، واهلا وسهلا بيكم في لايف كومنتري جديده لعبه ليج اوف ليجندز. ناس كتير جدا يا جدعان بعد ما شافوا البلاي اللي انتوا شفتوه في الاول ده طلبوا مني جايد كامل لكاتارينا، وانا قررت ان شاء الله النهارده هعمل جايد كامل بالنسبه لكاتا، لان انا كنت بلعب بيها كويس جدا زمان قبل الابديت وبعد الابديت الحمد لله اتعلمتها كويس. فحتى لو انت من كاتا او بتلعب بيها كويس فاتفرج على الفيديو ده يمكن تطلع بحاجه او بحاجتين. يلا بينا يا جدعان نبتدي على بركة الله. أول حاجة يا جدعان هنتكلم عليها هي الرونز والبيلد بتاعت كاتا. طيب كاتارينا من نوع الشامبيونات اللي ما فيهاش فن، أو البيلدنج بتاعها ما فيهوش فن جامد. فزي ما انتوا شايفين قدامكم كده على الشاشة، الرونز اللي قدامكم دي هي الرونز اللي متفق عليها ان هي احسن رونز بالنسبه للبرو بلايرز اللي بيلعبوا بكاتا او المين كاتا. هناخد دومينيشن، الكتروكيوت، صاد الامباكت، اي بول كولكشن، ريفينوس هانتر، والسكندري هيبقى سوريسري، سيلوريتي، وجازرينج ستورم. ده احسن حاجه لكاتارينا وانت مغمض عينيك، ما تحاولش ان انت تجود خالص في الـ في الـ في الرونز والبيلد بتاع كاتا، لان فعلا هي معروف ان هي ليها حاجه واحده بس اللي بتنفع قدام التنكات، اللي بتنفع قدام السكويشز ايا كان. طيب بالنسبه للبيلد بتاع كاتا انا بحب ابتدي يا جدعان بالبوتس واربعه بوشنز في الاول خالص اول ما بتبتدي كده الجيم، علشان ده بيخليك تقف شويه في الايرلي باتش بي، يعني بتقف تفارم شويه حلوين. وبعد كده يا جدعان طبعا الهكستك جام بليد ده الكور ايتم بتاعك، لازم ترشه، ولازم اول ايتم تحاول تبنيه هو الهكستك جام بليد، لان فعلا ده اكتر حاجه بتعمل دامج. وطبعا الاكتف بتاعها مهم جدا، بيبقى عامل كانك ضربت 2 كيو وسلو، فمهم جدا. بعد يا جدعان البوتس والهكستك جام بليد على طول هنرش على الستوب ووتش، وبعد كده طبعا هنكمل الزوني بعد الستوب ووتش. بس الزوني عامه او الستوب ووتش بتساعدك ان انت تعمل بلايز حلوه جدا، وحاجه صغنونه كده لو انت استخدمت ستوب ووتش ورجعت واشتريت بعدها زوني على طول هيجي لك الزونيه من غير كول داون، لان في ناس كتير قوي ما تعرفش الموضوع ده. طيب بعد يا جدعان الجام بليد والبوتس والزونيه عندك حل من الاثنين، يا اما تجيب فويد ستاف لو اللي قدامك فعلا تانكي قوي وجايبين ماجيك ريزيست جامد، لو اللي قدامك سكويشي او اوف تانك هناخد الوش بتاع البنتريشن. ده بالنسبه للترتيب يعني. الديسكاب خليه اخر حاجه خالص، لان بعد الابديت اللي نزل الاخير ده الديسكاب للاسف بقت غاليه جدا، فما تحطش فيها فلوسك ولا تقعد تستنى الفلوس دي، انت اولى بيها تجيب بيها ايتم ايرلي جيم. فدي هم قصدوا بالابديت ده ان يخلوا الديسكاب حاجه مخصصه للليد جيم، يعني ايتم تتجاب بس كاخر ايتم، لان هي طبعا بتدي 40% اي بي زياده، فده يعتبر رقم كبير قوي ما ينفعش يسهلها انها اي واحد يشتريها في الايرلي. طبعا يا جدعان لو قدامكم ناس بتعمل سي سي جامد وحاسس ان انت هتموت بسرعه في التيم فايت، فممكن تستغنى عن الوش بتاع الماجيك بنتريشن وتجيب بداله جارديان انجل جي اي، طبعا مش مشكله خالص، وهتقل الدمج شويه بس هيوقفك شويه في الفايت. ده بالنسبه رجاله للرونز والبيلد بتاع كاتارينا. خلينا نخش يا جدعان في الكومبوز اند تريكس اوف كاتارينا، الكومبوز اللي تقدر تعملها. يلا بينا نروح على الجيم. طب رجاله دلوقتي هنتكلم على الكومبوز بتاعت كاتارينا. كاتارينا ملهاش كومبو معين، لان هي الابيلتيز بتاعتها كلها لما بتعمل ريسيت تقدر تعمل مليون كومبو في دماغك. بس انا هقول اكتر كومبوز مستخدمه من البرو بلايرز، وانت بقى بعد كده تضيف التاتش بتاعك او تختار الكومبو اللي انت بتحبه اكتر. طيب اول كومبو يا جدعان الدبل داجر، ده كومبو بيعمل دامج جامد جدا، انت بيبقى فيه اتنين داجرز قدامك على الارض وبتاخدهم في نفس الوقت، فبتعمل دامج جامد جدا، بتضرب كيو بتعمل تليبورت جنب الكيو تعمل دبليو تاني. طبعا دول بيتعملوا بسرعه، نعملها تاني اي كيو دبليو دبليو تاني، دي بتعمل يعني دامج جبار. طيب ده بالنسبه للدبل داجر. ايه الكومبو اللي بستخدمه لما بكون داخل التيم فايت؟ يعني لما بكون داخل كده تيم فايت على خمسه بستخدم كومبو ايه؟ انا يا جدعان بحب اعمل الكومبو ده، لما تيجي تعمل ايه؟ يا
يعني ما انت ممكن اذا ما انت شايف كده تختار جنب التارجت, ما تختارش على التارجت نفسه زي كاترين القديمه. فلما تيجي تعمل ايه, حاول تخش في السطيم على قد ما تقدر. بنخش بايه في النص, في النص, وبعد كده دبليو والتيميت كيو, وتكمل على الكيو دي على على اللو هيلث بلاير. يبقى دبليو خدت ريسيت نط تاني وهكذا. دي المين كومبو بتاعك. طبعا انت بقى ممكن يعني تجود, انت لو واحد بيجري منك تضرب جام بليد, خدت ريسيت وهكذا. في بقى حاجات تانية صغنونة كده لما بيكون قدامك لو هيلث بلاير. مثلا ان انت لازم تكون عارف ان الاي بتاعتك اللي هي الشامبو بتعمل ريسيت للاوتو اتاك. فتعمل اوتو اتاك ايه, اوتو اتاك, ودي بتبقى حلوة جدا. شغل الباسيف بتاعتك, خلينا نعملها تاني. اوتو اتاك ايه, اوتو اتاك. كومبو تاني لو انت بتشيس له هيلث انمي وعايز تستفيد بكل لحظه انت بتجري وراه, بتعمل عليه ايه وتعمل فلاش هو بيروح ايه على طول. اعملها تاني, انت بتبقى من وانت شايفه من فيجن هنا بتعمل عليه ايه وتفلاش بيعمل ايه هو على طول, بدل وانت ماشي تعمل فلاش بعد كده تدوس عليه ايه, لا انت بت ايه فلاش هو بيعمل ايه على طول. تمام, فدي حاجه كويسه جدا برضه لازم تكون عارفها بكده. في كومبو يا جدعان, وخلي ان الثلاثه دول تشامبيونز بيجري وراك, فانت بتعمل زي بيت كده وانت بتجري منهم بتسيب دبليو وترجع تاني تعمل الكومبو بتاعك. في بقى يا جدعان كايتنج كومبو, لو انت بس عايز تخش تعمل دامج بتسيب دبليو بتعمل كيو اي تاخد الريستايه وترجع تاني بالدبليو لمكانك. طب يا رجاله في حاجه عندك برضو بكاترينا, ان انت ممكن تعمل زي فلاش كده الناحيه الثانيه. كل اللي بتعمله انت بتروح هناك بتسيب دبليو وتنط الناحيه الثانيه, يبقى انت كده عملت زي فلاش. خلينا نعملها تاني, بتسيب دبليو ترجع وتنط الناحيه التانية. دي زي فلاش ممكن تهربك في مواقف زنقه جامده جدا. بس كده يا جدعان, دي كانت كل الكومبوز بتاعت كاتا. بعد ما خلصنا الكومبوز خلينا بقى نتكلم على الجنرال استراتيجي اللي بتلعب بيها بكاتا, او المايند سيت بتاعك اللي عايزك تبقى داخل وحاطط في دماغك كده انا هعمل ايه بكاتا 1 2 3. اول حاجه يا جدعان عايزك وانت واقف في اللين تقيم الهيرو اللي بيلعب قدامك, او تقيم اللعيب اللي بيلعب قدامك في الميد لين. يعني شوفه كده بيلعب اجريسيف, ايديه طويله, بيحاول يغلس عليك, ده ما تغلس عليه لو انت حاسس انه ممكن يموتك او الجانجلر ممكن يجي يكمل عليك وتموت, ما تغلس عليه خالص. خد فارم والعب ديفنسيف, يعني ما تضيعش فارم, العب ديفنسيف خالص, ما تحاولش تكايته لغايه ما يعمل غلطه او يتغر او ينزلك تحت التاور او ايا كان, وانت تستغل الغلطه دي ضده, او الجانجلر بتاعك يجي يساعدك في الميد لين. يعني يا دي يا دي, ما قدامكش حل تاني. لو هو ميد لينر غلبان حاول تلسوعه كده وتكايت عليه جامد, عرفت تموته كان بها, ما عرفتش ما تعملش اوفر اكستند بحيث ان انت تعرض نفسك ان انت تموت. بس اعمل بوش مينيونز, يعني هو لو انت عملت عليه كايت جامد وبقى له اتش بي هيضطر يرجع طبعا. فاللي انا عايزك تعمله حاجه واحده بس, ان انت تعمل بوش للمينيونز, تحاول تاخدهم على قد على اسرع وقت ممكن, فهيبقى عندك وقت ان انت تعمل روم في البوت لين. الرومينج في الايرلي جيم لكاترين اول ما بيجي ليفل 6 مهم جدا جدا جدا. ممكن لو البوت لين نوبز انت ممكن تكسب الجيم بسبب الرومينج بس. طبعا كاترينا من احسن الشامبيونز هي وزد في الرومينج, واهري طبعا, يعني في كام شامبيون كده معروفين للرومينج, كاترينا من احسن الشامبيونز بالنسبه للرومينج. ويا ريت لما تيجي تنزل بوت لين, يعني هتروم في البوت لين طبعا, ممكن تروم برده في التوب لين لو حاسس ان انت ممكن تجيب كلاي او اللي في التوب لين هيلث واقع. بس الافضليه بالنسبه للرومينج في الايرلي هتكون للبوت لين. لو نزلت في البوت لين وفي فرصه ان انت تجيب كلتين, حاول تسيب كلايه للايدي كاري بتاعك لان انت هتحتاجه يكاري معاك في الليد جيم, ما تبقاش طماع. لو ما عرفتش خد الكلتين عادي وهو كده كده خد معاك اسيست وتفايت برضه. اهم حاجه يا جدعان لازم نعرفها بكاترينا ان كاترينا مش رامبو, ما ينفعش انت تفتح الفايت خالص, ما ينفعش انت تخش بصدرك كده وتقول انا متفايت انا اخش افتح الفايت. في مدرستين في الموضوع ده يا جدعان. مدرسه بتقول ان كاترينا ممكن تكاري لوحدها ومش محتاجه فريق, ومدرسه تانية بتقول ان كاتا محتاجه الفريق بتاعها حتى يديها شويه هيلب صغيرين علشان السي سي يتوزع على الفريق وهي تخش تعمل كلين للتيم فايت. انا مع المدرسه التانية يا جدعان, انا مقتنع تماما ان كاترينا تشامبيون بيخش في اخر التيم فايت ينظف الفايت من الاخر. يعني الناس لازم تكون لو اتش بي نوعا ما, طبعا انا مش بقول لك العب على الموضوع ده, بس في التيم فايت اللي الناس كلها بتبقى متفايده لازم تلعب على النقطه دي. ما ينفعش تخش سوبر ماريو كده لان بقى اصغر سي سي ممكن يبوظ لك الكومبو. اهم حاجه لازم تركز عليها بالنسبه لكاتا الريستات بتاعتك, البليدز اللي بتاخدها دي. لو دخلت عملت كومبو وريستايه باظت, يعني ما جالكش تاني الريست, طبعا احنا عارفين ان الباسيف بتاعتك
الاول ما بيجي لك كل او اسيست بيقل 15 ثانية لكل الكول داونز بتاعت الابيليتيز بتاعتك. فلو ما جالكش ريستات طبعا مش تاخد 15 ثانية دول, فمش تبقى عارف تعمل حاجة فهتموت. فالريستات واحدة من اهم الحاجات اللي لازم تركز عليها, ولو ده عملت كومبو وحسيت ان الريست مش هيجيلك ارجع احسن, لان كده كده انت 100% ممكن تموت لو الفريق اللي قدامك عارف ازاي فوكس كاتالينا. اهم حاجات يا جدعان بالنسبة لكاتا وانت بتلعب في الجيم عامة, بقى مش هقول لك الليننج انا قلت لك خلاص تعمل ايه, هي البوزيشننج, المكان اللي انت واقف فيه في الفايت لازم تكون واقف ورا الفرونت لاينر وقدام الايدي كاري, ورا الفرونت لاينر اللي يفتح لك الفايت وقدام الايدي كاري, لا قدام خالص ولا ورا خالص, لازم تكون واقف في البوزيشن ده بالظبط. وبرده وين تو انتر ذا فايت, امتى تخش الفايت, لازم تخش الفايت في وقت مدروس, وقت انت متاكد ان مش هيبقى فيه سي سي جامد عليك فهتخش تعمل الكومبو بتاعك وتخلص. مين تعمل فوكس, امتى تضرب الجام بليد, هل هتضرب الجام بليد الاول علشان تبطئ فهتعمل الكومبو بتاعك يبقى موت واحد مهم بيعمل دامج بسرعه, او تستخدم الجام بليد في الشيسنج او ايا كان, لازم على حسب الجيم تظبط الموضوع ده. طبعا كاتا محتاجه تمرين كتير جدا يا جدعان, مش عايز واحد يخش كده جيم نورمال يلاقي نفسه جاب بنت كل يقول لك خلاص انا اخش في الرانكت بكاتا. كاتا الكومبوز بتاعتها صعبه جدا, وهي واحده من اصعب الكاركترز في الميد لين اللي موجوده دلوقتي, واللي هيقول غير كده يبقى للاسف ما بيعرفش يلعب بكاتارينا. فعلا كاتا صعبه جدا مع الريب ورك, بس بقت ممتعه اكتر في اللعب وبقت بتكاري اكتر بكتير, عشان كده في الهاير إلو على طول كاتارينا لازم يتعمل لها بان, بيخافوا منها جدا, لان اللي فاهم كاتا مش هتعرف توقفه, لان بمعنى اصح كاتارينا كل حاجه بتكونترها. يعني ايه كل حاجه بتكونترها؟ يعني اي نوك اوت, اي مش نوك اوت, اي نوك اب, اي ستان, اي حاجه كده بتكونترها. فاللي بيعرف يلعب بكاتا مش هتعرف تكونتره, لان ببساطه هيخش في اللحظه اللي انت مش هتعرف تضرب الستان او السايلنس عليه, يعني يخش يموتك في ثانيه. كاتا يا جدعان لازم كده, لازم البرو كاتا يعرف ان هو بيخش الفايت يخلصه ويخرج في ثانيه او في ثانيتين بالكتير قوي, ما ينفعش يستنى اكتر من كده. يعني كاتا الكومبو بتاعها لازم سريع, ما ينفعش ان انت تضرب مثلا كيو على واحد وإيه وبعد كده ترجع تعمل دبليو وبعد كده تخش عليه تاني, مفيش الكلام ده, هي بتخش تك 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 وتخرج جايبة بنتكل. هو ده اللعب الصح بالنسبة لكده. حاول على قد ما تقدر تخلص الجيم في الوقت ما بين العشرين والتلاتين دقيقة اللي هو الميد جيم من الآخر, لأن كتب تبقى متوسطة, ويعني متوسطة في الإيرلي جيم تبقى قوية جدا, تقريبا أقوى ميد لينر في الميد جيم, وبتبقى متوسطة برضو في الليت جيم بعد ما كله بيتفيد ويزبط نفسه ويجيب ماجيك ريزيست وكده. فحاول على قد ما تقدر كل ما تكسب فايت تاخد اوبجكتيفز وما تتغرش بكاتارينا. ممكن تبقى في ناس كتير جدا بتيجي تقول لي يا مستر احمد انا كنت خارج من جيم بكاتارينا 40-0 وخسرت. طب ما دي مشكلتك انت, انت خدت كل كلات الفريق وما عرفتش تعمل كاري, فلازم تحط الموضوع ده برضو في اعتبارك. يبقى نصايحي ليك, حاول تقرا اللينر اللي قدامك وتتعامل معاه على حسب دماغه في الايرلي جيم, اعمل رومينج كتير جدا, حاول تاخد كلات بس ما تقفرش, يعني سيب برضو كلات لاصحابك, ما تلعبش على الكيل ستيل لان هيساعدوك جدا في ان هم يكاروا معاك, ده لو انت عايز تكسب طبعا مش عايز تتمنظر. وتمرن كتير جدا بكاتارينا لان هي زي ما قلت لكم واحده من اصعب الكاركترز, فبعد كده ساعتها هتقدر تكلايم بيها, وهي فعلا اكتر تشامبيون انت ممكن تعمل بيه كلايم زي الصاروخ لو انت بتلعب فلو ايلو عايز تطلع هاي ايلو. بس كده يا جدعان لغايه هنا نكون وصلنا لاخر الجايد, وده كان اول جايد اعمله, يا رب يكون عجبكم. اي اقتراحات ليكم يا ريت تكتبوها لي تحت في الكومنتات, اي حاجه انتم عايزينها تاني بالنسبه ليج اوف ليجندز او ايا كان اي لعبه تانية اكتبوها لي تحت في الكومنتات. ما تنسوش يا رجاله تخشوا الديسكورد سيرفر بتاعي, تلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن, تعملوا لايك على الفيسبوك بيج برده تحت في الديسكربشن, وتشغل الجرس لان في ناس كتير جدا بتقول لي انا عامل لك سبسكرايب والفيديوهات ما بتجيليش, فللاسف ده مشكله في اليوتيوب, فلازم تشغل الجرس عشان اي فيديو يجي لك بيه نوتيفيكيشن على طول. بس كده يا جدعان, كان معكم مستر احمد, والى فيديو جديد ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.